سميتك يا محار حار يا ربي حار حار وي 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 ايدي وي ايدي وي ايدي شنو هذا شنو هذا شايب شتاي ايدي 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 احمد ايدي دورني ايدي احترقت يلا عدتك يلا عدتك تستاهلين احمد ولي سلمك يا روحي مستشفى انت تصرخ علي زين زين ابدل وي يلا وي يما طلعت روحي وي ايدي تحرقني يا ربي يا ربي وي زوجتك تتهمك انك انت سبب الحروق اللي بيتها أنا شكو يبا أنا ريال منفصل عنها بعدين صار لها مدة هي ببيت أهلها أنا شكو وين شلون حركت إيدها لما زوجتك تعرضت الحادث كانت عندك بالبيت صح؟ إي بس ما أدري شو اللي يابه أنا قمت على صراخها بالمطبخ من يعني السبب؟ إيه اللي سوت بنفسها كذي ما حد كان معاها بالمطبخ في أحد يحرق نفسه بنفسه؟ قول غير هالكلام يا أخوي هلا وليد شنو؟ استغفر الله العلي العظيم زين وبعدين؟ ماني عارف شو اسوي احمد يحلف انه ما جاسها وسبيكه تقول العكس ايه الريال من امس في النظاره مسكين ترجاني ان سبيكه تتنازل وسبيكه معانده ما ادري شو اسوي توهكت خلاص سبت شو راح تنازع الشكوى مو شغلك خلاص انا اتفاهم وياها مع السلامه الو هلا سامي سبت شو يهد نعم تروحين تنازلين على الشكوى مقابل ان احمد يرد تفهمين ولا ان شاء الله حاضر اللي تشوفه يا اخوي مع السلامه مع السلامه رد معقوله يطلع من احمد كذي والله ما هقيتها منه هذه اخرتها ها علامتك تضحكين قاط نكته والله انك على نياتك وما تدري الله وين قاطك سعاد تكلمي عدل وعن الألقاز أختك لما يئست إن ريلها يردها قالت تلوي ذراعه تبي تأدبه شلون يعني؟ معقولة سبيكة كذي تسوي بروحها؟ ماني مصدق كيفك باكر كل شيء يبين تعال حبيبي تعال شوف شاطر إيه بعد هذا يما بس واقفة على راسي تخزيني كني مسوية مصيبة شفيج لأني أنا وانتي نعرف زين إن أحمد ما يسوي كذي مو بس انتي يما كلنا متأكدين من هالشيء هو عاد والله عاد انتي وهو واخواني كلكم ما همتوني أنا المهم عندي أرد بيتي صدقيني عمر الغاية ما تبرر الوسيلة نطق الفيلسوف قام يقط الدرر وينكم عني ما حد درى عني وحل مشكلتي مع أحمد لما أنا اضطريت إني أتصرف جايين تحاسبوني أنا بس بسألك سؤال واحد وبيك تجاوبيني بصراحة تهجين أحمد يقدر يحبك مرة ثانية عقب اللي سويتي تهجين تكون في عاطفة بينكم عقب هالمشكلة الكبيرة اللي صارت كل شيء يتصلح إن شاء الله ويا ما ناس عايشين في بيت واحد وما يحبون بعض بس عايشين عشان عيالهم ويا ما ناس يمثلون الحب على شركة حياتهم وبقلوبهم ناس ثانية ايش قصدك؟ أقول تشب ولا كلمة قومي اخذي أقراضك انت وعيالك ذي في بيتك يلا سبتشو عندك حاجة وقوليها أنا ما أحب اللي قد مغزات إيه عندي وأقصد ريم ريم اللي انت منت قادر تنساها وكل ما قريت لك خصيدة أدري انك كاتبها حقها وتقصدها انت ما تنشبين ما تستحين على وجهك هذه سالفه قديمه خلصنا منها ان شاء الله الله بيرزقه بالعيال وهو ويا مرته وبيوفقهم امشي في قدامي قدامي ها
بدي بس مرة واحدة أطلب منك شيء. تقول لي حاضر حبيبتي من عيوني ما طلبتي شيء تم، لكن هالحكي الظاهر ما يدور عندك إلا ما أقدر ندري علي شوي. ما لك على حظي بس. سعاد تكفين رحمين بس خلاص، بطلي تصرفات اليهال هذه. احنا متونا متزوجين، لين متى احنا بهالنجرة والصيحة؟ لين متى هذه حالتنا؟ ومتى تتحسن ظروفك ان شاء الله؟ وبعدين وين اللي بحاكي سامي عن الورث؟ يبا كلمته، احلف لك اني انا كلمته، والريال عصب علي قال لي انا مجابل الشغل والارباح قاعد تجيك كل سنه، بعد ايش تبي اكثر من كذي؟ ليش خايف منه؟ لا يبا ماني خايف منه، اخوي العود ما بيزعل. عيل خليك على اللي انت فيه، ولا احنا طايلين شيء، وسامي وفهد لافين الاولي والتالي. اوف استغفر الله استغفر الله. لحظة يا جماعة، أنا أحس إن طافني وايد أشياء ما لحقت أسولف فيها معاكم. يا حافظ قاعدين بنفس البيت وما أنت يمه. والله صادجة هالبدرية، أخاف ننسى شيء من السوالف. لا 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 تخافي ما راح يطوفنا شيء، بس الموضوع المهم واللي ما يتأجل ولازم نسولف فيه سبيكة. أمانة شفتوا سوت عشان ترد بيت ريلها؟ مسكينة، يعني اللي يفكر بسواتها يكون واصل من مرحلة اليأس لأقصى درجاته. يا عمي هذه أي يأسة، هذه خبلة مو صاحية. أدي أقول لك شيء، بدرية معاها حق، ساعات الوحدة تسوي سوالف عشان ترد حق بيتها حتى هي ما تتوقع أنها تقدر تسويها. حبيبتي سبيكة هذه مشروع هوشة، يعني أي مصيبة تلقينها هي أول وحدة، شلون تبي ريل استحملها؟ أنا قايلة هالمرة الحين ولا بعدين بترجع بيتها لا بترجع. لا 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 فال الله ولا فالك، خد تركد ببيت ريلها ما نخلق مشاكل. إي والله الصادجة ما نبي مشاكل. زين نروح حق الموضوع الثاني. عشتوا قاعدين باجتماع. واي قلبي متروسه من الضيم اللي شايفته. او اي ضيم سولفه صاير. صدق بدريه ما ادري، يعني احس اني مو قادر احترم ناصر. سوالف يا هال مراهقين، كل يوم يفكر لي بمشروع افشل من اللي قبله. خلاص يعني ليه متى؟ شيماء اذا ما احترمتي الحين عمرك ما راح تقدرين تحبينه. بالضبط، انا احس اني ما احب. شلون تبون احب واحد طايح من عيني؟ حضرة المستشارة بدرية قولي لي شو اسوي؟ سمعي، كل انسان يمر بحياته بلحظات ضعف، واللي يحب صدق ما راح يتخلى عن حبيبه حتى لو تغيرت حالته من حال لحال. يعني انت الحين للحين تحبين سامي عقب كل المشاكل اللي سواها؟ ما أدري تصدقون ساعات أحس إن أنا أحبه وهو حب حياتي، ما أقدر أعيش مع حد ثاني غيره. ساعات أحس إن أنا أكرهه، يعني أكرهه كره ما يخطر على بال أحد. قصدك لما يطق ماجد؟ وأشياء ثانية بعد لما يسويها ودينا يختفي من قدامي عشان تروح كل المشاكل. واي لهالدرجة؟ تصدقون ساعات أسأل نفسي إيش فائدة الحب والمشاعر إذا استثمرتيها كل هالسنين مع الشخص الغلط؟ قريت لك قصيدة أدري إنك كاتبها حقها وتقصدها. ما تتكلم فهد، ما تقول شيء. إيش تبيني أقول؟ قول أي شيء، سو أي شيء فهد.
ليش كم مرة كلمت أبوك وكم مرة تقدمت لك؟ لو واحد عنده ذرة كرامة كان قال بس خلاص. أنا ما صدق إن هالكلام يطلع منك أنت فهد. عادي عندك؟ كل واحد فينا الحين يروح بطريق؟ ومنو اللي قال إنه عادي؟ ليش تتكلمين بالسالفة؟ ليش تتكلمين وكنا مو عاملين أي شيء؟ شلون يعني؟ ليه متى بنقعد انت خازز؟ كنك طاوة، ايش فيك مبقق عيونك؟ شلي طالعني شنك عتوي؟ حاقد عليك، ودي ازنطك. اي ما ردك بتعرف ان اللي سويته كان في مصلحتنا. بالله ما تفهميني يا ابله. حافظت على البيت؟ لميت شمل العائلة؟ اي بدليل انك بلشتيني ان انا حارق ايدك. مو انت حرقت قلبي. يوم ما رضيت تردني ما تخيلت ان نهايتنا تكون كذي انا وياك. لا والله، على اساس انك تحبيني مثلا. سمعي يا سبيكه، سوالفك هذه مو علي. انا ادري شو اللي ببالك، وانت ما تحبيني لنفسك. ايه انت تخافين من كلام الناس ان يقولون ان ريلها عافها. ترى انا افهم، ما نمدمق. الو، هلا سلوى. هلا حبيبتي، شلونك؟ انا بخير، عساك بخير. مثل ما انت شايفه الرقم، انا في بيتي. سمعي عاد، ابيك تقولين حق العقرب حصيص ان انا واخوها تصافينا الحمد لله، ويا رب يا رب يكافينا شر كل من نوالنا شر وكل من يبي هدم بيتنا. اي اي، وطلع راح يجيب لي عشاء رضاوه، تدرين. سبتشو ما ينقدر عليها، تدرين فيني. وي خلص النفيش. والله انا قاعد اسولف، ما ادري عن نفسي واكل. اقول ايش رايكم الحين اقوم اسوي خفايف، بيض وفول وبازاليا وخبز كذي حلو. اقول انثبري واللي عافيك، الحين انت ما تخلصين من طلبات سامي، نقوم احنا نكتشت. احب اطبختك. قعدي ما نبي ناكل، خل نخفف يا معوده. عسى مناصر لا يبى شيبه بعد، ليش طق الباب مو حزته؟ خلكم خلكم، خل اروح اشوف. والله بطبخ ما حبيت اضيق خلقها. المفروض تحط جبن كريمه. هي حاطه ابيض وايد مالح. صدق اذوق؟ ها سلام. عليكم السلام. بدريه مو هني؟ بلا، موجوده هي وساره بالبلكونه. حياك. لا حبيبتي، لو سمحتي ناديها لي هني. زين. تفضل مدام، ساعدك بشيء؟ اي لو سمحت بغيت كتاب حق الاستاذ فهد عبد الله. موجودين. شكرا، يعطيك العافيه.